اليوم انا عندي يعني ما شاء الله الشيف مؤيد وياي وما قدامنا يعني اطباق جدا يعني شهيه ومنظرها كثير جميل. طبعا شيف ابغى انت تختار طبق نبدا نتكلم عنه. احنا بالعاده احسن طبق موجود لانه ما شاء الله الموجود عندنا كله جميل. اشكرك اشكرك. بالعاده نحن بنبلش في المقبلات البارده. في كل المطابخ دائما بشكل عام ببلشوا بالمقبلات البارده بالساخنه. اليوم اذا بدنا نحكي عن المشهورين نحن فيها بنقدمها اللي هي المتبل. حلو. اللي هو متبل الباذنجان المشوي بالطحينه والثوم. والاطباق طبق الحمص كمان عندنا حمص بالطحينه. حلو. وعندنا متبل الشمندر اللي هو جميل. متبل الشمندر يعني مش معروف كثير لكن احنا مميز. يعني شعبي وحرام انه ما نعطيه حقه. فهي مقبلاتنا اللي بنبلش فيها بالعاده بالبارده. وكيف ينعمل يعني بس هيك اختصار؟ هذا بنسلق الشمندر وبنبرشه وبنخلط معه الثوم والطحينه وبنقدمه بهذا الشكل فقط. جميل حلو. يعني هذه المقبلات. هاي سلطه الجرجير. سلطه الجرجير اللي هي سلطه الفلاحين سريعه هيك بتحط الجرجيرات وبصل وزيت وسماق وكثير طيبه ومفيده. جميل. الاطباق الرئيسيه عندنا اليوم المسخن. حلو. وعندنا المنسف المسخن بس يعني نرجع له لو سمحت لانه منظره جميل. المسخن اللي هو عباره عن البصل والدجاج. بصل بنطبخه بزيت الزيتون وبنطبخ معه الدجاج. حلو. وبزيت الزيتون والسماق. هلا هو بالعاده احنا بنقدمه بالطريقه فيوجن شوي لانه سمول بايتس بس هو بالعاده بينعمل بالخبز المفروض والدجاج الكامل ولازم يكون فيه شوي زيت. الطريقه صح؟ احنا بنقدمه بطريقه شوي اخف للمعده عشان حلو. الزيت يعني حتى تحسه مقبلات بس هو طبق رئيسي على حسب تقديمه لانه هيفي شوي ثقيل نفس البوراك. زين شيف مؤيد وندى انا عندي سؤال، المسخن هل لازم انه يكون دي اي بس ما نقدر مثلا دائما الاحظ ان المسخن دائما يكون هو الحشوه مالته دي اي؟ نعم هو لانه بس يعني هو معمول للدجاج لانه يعني صعب الكومبينيشن تبعه البصل والسماق يكون ناشف شويه صح؟ بيركب اكثر على الدجاج من اللحم. نعم حلو جميل. زي ما هو المنسف ما بيركب الا على اللحمه اكيد. فكل شيء له حقه وكل شيء بده ياخذ الكومبينيشن تبعه. في مثل اردني اتوقع على موضوع اللحم والدجاج في المنسف، شو هو؟ انا هذا بقول لك منسف على دجاج ما ينفع اردنيا. ما ينفع يعني المنسف لازم يكون لحم. لحم نعم حصريه. وحلو انتم عندكم انواع يعني مثلا مسخن ومنسف يعني من كذا مطبخ، يعني نقدر نقول انكم شاملين المطبخ الشرقي. هو ما تقدر تحكي احنا المطبخ الشامي بلاد الشام اللي احنا الاردن فلسطين سوريا. حلو. نشتهر تقريبا بنفس الاطباق. جميل. بس في كل واحد يعني كل بلد لها الطبق المميز تبعها بتشتهر فيه. جميل. وعندنا اليوم كمان مقلوبه الدجاج. هلا مقلوبه الدجاج فيها تركب على لحم كمان. صح يعني حسب الطلب بالضبط. يعني هي مشهوره بمقلوبه الدجاج بس في ناس بتحبها باللحم ممكن نقدمها باللحم. حلو جميل صراحة. حلو. أطباق لذيذة. كلنا نتمنى أكون مكانك أنا الحين صراحة. هو أنا شكلي يعني ما أدري من وين واحد يبتدي بهال. الحين عندنا السويت بعد صحيح؟ نعم. هذه مميزة. أنا حبت يعني لو تبدأ تتكلم عن هذه لأني أول مرة أشوفها. بالضبط. يعني هي زي ما حكيت أنا في عنا أطباق شعبية مش مشهورة لازم نعطيها شوي من حقها. هذا سيمبل إتس حلاوة سميد. حلاوة سميد بس هي مشهورة بحلاوة الكريزة. حلو. هو السميد بنطبخه بالحليب والسكر وبنصبغه بصبغات الوان يعني الطعام صبغات طعام حتى يعطينا الشكل الجميل هذا تبعه. شايف السميد اللي هو اللي يستعمل في البسبوسه بعد. نعم. صح؟ نعم هو نفس السميد اللي بيستعمل البسبوسه هي ونفسه اللي بيستعمل في ليالي لبنان كمان. شوفوا عندي خبره ترى. ما شاء الله طباخه ما شاء الله. وعندنا هنا عيون المها. عيون المها هي نفس البسبوسه والهريسه لكن يعني عشان اخذت شكل عيون المها فتسمت في عيون المها. في عيون الجمل بعد. عين الجمل. عين الجمل موجود. موجود عندنا على المتبل الشمندر. جميل. كيف تجي هالاسامي عيون المها عيون الجمل يعني حق الاكلات؟ كل شيء مرتبط يعني عيون المها اخذت من شكلها لما هي زي البسبوسه والهريسه لكن لما احط فيها حبه اللوز بتاخذ شكل عين المها. صحيح تحسين شكلها انا نفس عين المها. صح جميله.
جميل. هاي القمات؟ هاي القمات موجودة بالخليج، أو خلينا نحكي إحنا عنا ببلاد شم لقمة القاضي معروفة أو معروفة بالعوامة. نعم. عوامة لنا يعني بس تنقلب الزيت بتلاقيها فاشت على وجه عامت على وجه الزيت. أو لقمة القاضي على حسب ما كانوا القضاة زمان يأكلوها، لقم خفيفة هيك تعطيهم طاقة خلال العمل. سناكس. وتعطيهم لأنه فيها سعرات حرارية بتعطيهم شوية طاقة اللي يقدروا يستمدوا قوة يعملوا عملهم. صحيح. هذه يحطون عليها العسل ولا؟ نحن بنحط عليها القطر يعني الشجر سيروب. جميل. احنا نحط عليها القيمات، نحط عليها دبس. دبس التمر. عسل ودبس. صح. دبس التمر. بعد يحطون. جميل. زي ما عندنا هون أصابع زينب. أصابع زينب. أيوة. هاي مش أصابع يعني أصابع زينب يقال. نفس في شيء اسمه زنود الست. شو قصتها؟ زنود الست. أيوة. زنود الست لها مسمى وأصابع الزينب لها مسمى. أصابع الزينب في القديم إنه كان في منطقة في 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 مصر مشهورة بتقديم هذا الحلوى اللي هي منطقة سيدة زينب. نعم. فهاي الأصابع طلعت من هناك، ولكن زي ما حكينا إحنا بلاد الشام بتأخذ أكثر أكلات ممكن تهواها وتصير الأكلات الشعبية تبعتها. صحيح. فهاي حلو. كمان كتير مشهورة كحلو شعبي موجود بالأردن. وهذه بيصير عليها قطر أو شيء؟ نعم كله بنشاله بنحط بالقطر. حلو جميل. أنا نيجي لملك الحلويات. هاي ملك الحلويات. صراحة. ملك الحلويات. شو كنتم؟ هاي عندنا الكنافة. كنافة. الله. الكنافة الخشنة عندنا. أنا ما أشوف. وفي الكنافة الناعمة. عندكم النوعين. اليوم هجوم هجوم على المطبخ. عندنا المطبخ اللي بالمطعم سنسيشن بنقدمها بالخشنة. اللي هي هذه الخشنة. نعم. هاي نفس الشيء. نعم. حلو. يعني وتكون بالقشطة والجبنة. إحنا حاليا عم نعملها بالمطعم لنا بالجبنة، لكن في ناس بتقدمها بالقشطة، في ناس زي ما صاروا بقدموها بالمانجا. على هاي أنا سمعت فيها من قبل صراحة. ممكن تجربونها بعد عندكم يعني ولا ممكن. مش موجودة؟ لا لا قدام شوي يعني. هي الخشنة دائما تكون بالقشطة ولا بالجبنة؟ العادي بالجبنة. خشنة بالجبنة. عبير سعدين أنا أحبها بالقشطة. في أنواع كثيرة موجودة. إحنا ما ممكن نحصرها أنها جبنة أو قشطة زي ما ممكن نحصر الأكل يعني. هي الكنافة بتطلع بالجبنة، بتطلع بالقشطة، وزي ما قلت لك في ناس بتقدمها مع المانجا. والله لازم تعالوا حياكم. تفضلي يا عبير. لأنه أحسكم متحمسين يعني. والله تحمسنا كثير تبين صراحة. صراحة خاطرنا نجرب. وعبير خبرة مطبخ. أنا بروح عند الشيف. ميت أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. أي طبق أشوفه في اليوتيوب من سواء يعني الحلويات أقدر أسوي السويت يعني. يطلع عندي الحمد لله ينضب. هاي مهاره مهاره بالفطره. لا لا جميل التنوع اللي موجود عندنا في السفره هنا. وصراحه انا احس ان لا دايت هي بعد اليوم في الامور هذه صراحه. لا دايت ما ينفع نودع الدايت. نودع الدايت. الله اكبر. لا لا ما شاء الله يعني انا كثير اشوف ان هذه الاطباق جميله جدا. شو اللي بتجربين اول شيء يا عبير؟ أول شيء بجرب هذا المسخن. مسخن. وانتي أنا بعد المسخن صراحة. حلو. أنا بالنسبة لي بفاجئكم بعدين. طبعا حاليا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. طبعا شكرا لك على هذا الشرح الجميل وهذه الأطباق الجميلة. شكرا لكم زميلاتي على الوجود. شكرا لك دامر. وصلنا لختام الحلقة. طبعا أنا بالنسبة لي أوجه لك التحية. الشيف معانا اليوم في مؤيد عمر. نعم. من شيف رئيسي لمطعم سانشاين سانشاين في موتر سيتي. شكرا لك على تواجدك معنا وعلى هذه الأطباق الجميلة.